يقول هل تصح هذه المقولة: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص؟ بلا شك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وجاء في الحديث أنه يخرج من النار يوم القيامة من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أنه ينقص حتى يصير مثل حبة الخردل، ولكنه ينفع صاحبه بإذن الله. نعم.